شو هو أساس تعاملك مع الآخرين؟ هل هو الحب أم الخوف؟ الحقيقة أنه قسم كبير من البشر بيتعامل مع الآخرين من مبدأ الخوف. أنا سايق بالسيارة، أنا خايف أنه الآخرين يجوا يعترضوا طريقي، أو شخص ما منتبه يجي يعمل حادث معي، أو شخص متهور ممكن يعمل يعني يسبب لي أذى أو ضرر، أو في رادار عم يستناني. أنا بتعامل مع زملائي بالعمل من مبدأ الخوف إنه هذا الشخص ممكن ياخذ مكاني، ممكن ياخذ شغلي. أنا خايف من رب العمل إنه هو يفصلني من شغلي. مشاعر الخوف هي مشاعر يترتب عليها ظروف وأحداث معينة تؤكد هذا الخوف. كيف الخروج من هذه الدوامة؟ خوف أشياء تؤكد الخوف، خوف أشياء تؤكد الخوف. كيف الخروج من هذه الدوامة؟ الخروج من هذه الدوامة هو الحب. ناس كثير بتقول إنه الخوف وعكسه الشجاعة. الحقيقة إنه مشاعر الخوف لما بتعامل الآخرين بمشاعر الخوف، الحل الوحيد والناجع للتعامل مع الآخرين بهالطريقة هو الشعور بالحب تجاههم. أنا كيف بدي أشعر بالحب تجاه شخص بالسيارة عم ياخذ طريقي، بيعترض طريقي وبيحاول يأذيني، كيف بدي أشعر بالحب تجاهه؟ لما بتعرف إنه هذا الشخص هو إنسان مثله مثلك، إنسان له خياراته مثل ما أنت لك خياراتك، هو إنسان له خياراته، هو اختار اختيار معين، هو بده يتحمل مسؤوليته. في لحظة من اللحظات ممكن يتذكر حاله فبيعتذر منك، أو لما هو بيشوف إنه أنت عم تعامله بطريقة لطيفة، بطريقة محببة، حتى لما بتعاتبه بتعاتبه بلطف وبحب، فتلقائيا بتتغير طريقته من العدوانية أو اللامبالاة، تحول إلى إعجاب وشعور بالذنب واستسماح، مثل ما نقرأ بالقرآن الكريم: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كيف بدك تدفع بالتي هي أحسن؟ لما بتشعر بالحب، لما بتشعر بالحب تجاه كل المخلوقات. لما بتشعر بالحب بتكون أنت عم تلمس أصل وطينة وخامة هذا الإنسان اللي قدامك. لحتى نشعر بالراحة بالتعامل مع الآخرين بصرف النظر عن سلوكهم تجاهنا، لازم نعاملهم بالحب ونلمس أصل خامة الحب فيهم. فإن شاء الله حياتكم كلها حب وسلام وسكينة. شكرا لكم.